خويا الغالي، علاش الراجل يوصل يطلق مرته كي يفيق بها بعد ثعبها وعاونت خوها من غير ما تشاوروا؟ تصرفه منطقي والا لا؟ لا ماهوش منطقي تصرف، تصرفه ماهوش منطقي. هو الراجل اذا كان ينجم يكون مش منطقي ينجم يكون منطقي، ما دام وصل لضربها ممكن رايف على حاجات قرا يوصل حتى يطلقها. يطلقها اي، اذا كان الراجل والمراه وصلوا عند المحكمه في الطلاق راهو فما حاجه قراف، يا اما العيشه نتاعهم تعبه معناها الراجل ظروفه تعبه ومرته تحب برشا حاجات معناها برشا طلبيات عندها هو ما يقدرش عليهم، ولا فما حاجه قراف، يا اما هي شدته شي مع انسان ولا هو شد شي مع انسان، فما حاجه قراف معناها. علاش مرات توصل تبيع ذهبها مثلا وتعاون خوها من غير ما تشاور الراجل؟ يقول لك تروحها في مشكل، يقول لك الحمى كان تنملي كان مالي، ما دام وصلت بيعت الذب وتبيع هي تبيع معناها تبيع ذهبها وتعاون خوها وتشوف راجلها مثلا غارق وواحل وفي مشاكل ومعناها وماهوش واصل، معناها حرام، حرام اصل حرام، خاطر هي مرته على سنه الله ورسوله. المراه والراجل لازم يكونوا متعاونين في كل شيء ومتفقين في كل شيء، معناها سواء الراجل مغصور عنده حاجه باش يبيعها راهو يديكلاري على ما يديكلاري عليها مرته ويبدا في بالها، والا المراه نورمالمون زادك، والا ما تكون هي كلمتها مع راجلها ما تطيحش وتكون باهية تشاور راجلها صراو في الذرة. هذا يدل يمكن ان وصلنا للمؤشر انه في بعض الحالات المراه ما تشاورش الراجل في المجتمع نتاعنا. وصلنا برشا، والحريه نتاع المراه ما معروفه، عطاها لهم بورقيبه باش خليوا المراه تتصرف كيما تحب في الوقت هذا، ومن وقت من وقت المخلوع بن علي، فهمتني؟ هذا الشيء معروف من وقت بن علي، ملي شد بن علي الرئاسه الحكم نتاع بورقيبه معروف. ما يستاهلش ما تشاور، عادش بما فيها حد شيء، شاور حب ما حبش هذيك امور اخرى. هي كان قالت يعني مشكله خوها تستحق باش تبيع إذا خوها يعني يوصل باش يدخل قدر الله الحبس ولا حاجة، ما يساش باش تعاون واحد براني باش تعاون خوها، أما هي ما يساش كي تقول له هو وافق وافق ما وافقش هذيك حاجة أخرى. تنجم تكون هي باعت على خاطر تعرف كان باش تشاور راجلها مش باش يوافق. إذا تعرف يعني راجلها ما يوافقش وخوها، إذا تعرف خوها زاد مسكين زاد قدر الله باش تربط في الحبس تولي على عائلتها، خوها الحمى ودمها مش براني. خوها اقرب الناس ليها، يعني نتصور تعاون خوها ماهوش براني، كان جاي براني يقولوا هذا خوها وهو عادش بيه وبرك انها وبرك ان عاونت خوها، حط روحه هو زعما هو كان اخته ولا اخوه قدر الله زعما هو ما يعاونش ما يهزش الحمل معاهم، ما هو شويه يحمل عليه هو شويه يحمل عليه. علاش توصل ساعات ساعات مرات تخبي على راجلها حاجات ما يصرفش عليها؟ هي يعني المراه تخبي على راجلها هذيك تولي ما فماش ثقه ما بيناتهم، اذا هي تخبي على راجلها وهو يخبي عليها فماش ثقه ما بيناتهم، ما يعني ما هي ما عاتي هي ماهيش عاتيه في كونفيونس ومش عاتيه في كونفيونس، معليش ما نشاور اذا كان متفاهمين متفاهمين ومتعاشرين علاش ما تقولوش عادش بيه؟ هي ما يظهرلي انا اسمع هي راهي فايده في العشره، إذا مثلا مش عشرة راهي حكاية فارغة، عشرة راهي حكاية كل عشرة، عام اثنين ثلاثة أربعة إن شاء الله حتى 20 سنة، فايدة العشرة، إذا مثلا مش عشرة في الوسط حكاية فارغة، كي تعيش معاها 100 سنة، ولا كي يعيش معاها هو 100 سنة، فايدة في العشرة وفايدة في الأصل راهو، خذ بنت الأصل زمان يطول وخذ بنت الأصل زمان يطول راهو، من الآخر. ماهوش منطقي. علاش؟ على خاطر التصرف نتاعها ماهوش معناتها الهدف خايب يعني، على خاطر خوه. يعني هو خذ قرار باش يطلق على خاطر عاونت خوها ماكا هذاك، معناها تقول انت ما يطلقهاش؟ اي يحاسبها يتفاهموا كل شيء كل سوا لي بريجوجي اللي بينات بين الانساب وبين وبين الراجل المراك، او مش معناتها توصل للطلاق يعني، هذه مراه مرت صغار وام صغار ومرته وكل شيء، فهمني؟ مش يعني باش يطلق، ربما غضبته انه ما شاورتوش، كانت نجم تشاوره ولو يكون يعني، يحاسبها مش يعني توصل للمنطقه. الطلاق نوع من محاسبه؟ بيان سور هي محاسبه، الا هي قبل ما تكون محاسبه من عنده هو ولا من القضاء. فوالا سيدو كان حطك انت في الوضعيه هذه. في الوضعيه هذه لا لحظه، مثلا اختك عاونتك
وبعت ذهبها ما شاورتش رجلها. من بعد لقيت اختك اتطلقت على خاطر الفازة هذه، شنو يكون موقفك؟ سؤال صعيب، ما نجمش نحكم عليك، لازمني نقول اون كا دو 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 وانا منفعل باش نفهم روح. انفعل وجاوبني. ننفعل ونجاوبك. ايه دي تعود، باش نقول لك انا والله. سؤال صعيب هذا. لا لا سؤال صعيب، علاه يا خويا ندخل اختي في البيع؟ والله انا حطيتك في السيتياسيون باش نشوف معناها الخو شنو يحس في الكا هذه. الخو شنو يحس في الكاذية؟ انا ما نلتجئش باختي وهي معرس. امبوسيبل نلتجئ بها، هذا جواب. شوف اي طرق اخرى. شوف طرق اخرى، كثر ربي كان على شكون طرف. فما برشا. فما برشا تنجم تلتجئ كارير يعني. هكا. وهذا سبب مقنع انه راجل يطلق مرته كان ينجم يعاقب بطريقه اخرى. اي انا قلت لك مش مقنع يعني، نجم يحاسبها هي، مش يوصل لاخر درجه من الطلاق. اون كادو طلاق. هكا. راجل يطلق مرته على خاطر فاق بها باعت ذهبها وعاونت خوها من غير ما تشاوروا، منطقي تصرف والا لا؟ والله نحسه مش منطقي الحكايه، على خاطر شنو معناها تليق هذيك اخر حاجه، معناها واحد ينجم يلتجا لها، يلتجا بون ينجم يسالها معناها يقول لها علاش عملت هكاك، فهمتني؟ وساعة قبل معناها باش تقول له اسك باش يشلق بالذهب كيفاش، معناها باش يسالها يقول لها اسك وعلاش بعتوا الذهب، شنو شنو هي الحكايه؟ معناها انا نتصور كانوا الرجل عقلاني معناها ينجم يتفهم الوضعيه هذيا، فهمتني؟ وخاطر باغ اكزومبل ينجم هو يتيح في نفس الكا، ومعناها باغ اكزومبل ينجم يتعاونوا هو، فهمتني؟ معناها مادام عاونت، اما لازم المراه تشاور رجلها قبل ما تعمل الحاجه هذيا، فهمتني؟ على خاطر كومي معناها ذهبها كلك سوا، معناها بريسك تنجم المشوره ديما رجلها، فهمتني؟ يعني زعما وصلنا المجتمع نتاعنا انه نسبه كبيره المراه ما عادش تشاور الرجل في اي حاجه. والله بون سا ديبون، انت خاطر فما فما النساء اللي تشاور رجلها وفما النساء اللي مازالت تشاور رجلها، كل واحد خويا وش نقول لك انا، كل واحد كيما نقولوا على كيما نقولوا الراجل على شنو يتسنس والمراه ولدك على شنو تربيه. كان انت الراجل مرته معناها مسنسها اللي هي معناها تشاور تشاورها وتشاور وكل شيء على اي حاجه، ولا مستنسين بالتفاهم ببعضهم ويتحاوروا مع بعضهم اوكي، وكان مستنسين كل واحد يعمل كل شيء على راحته معناها بالطبيعه مش باش تشاور.